بهذه المناسبة يسر أن يكون معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل الاقتصادي الأستاذ سليمان العساف. بداية نبارك لكم باليوم الوطني. لما نتكلم عن الاقتصاد السعودي اليوم نتكلم عن رؤية اقتصادية جريئة 2030، هذه الرؤية التي تنقل الاقتصاد السعودي إلى مصاف الدول الكبرى. نتحدث عن أهم ملامح هذه الرؤية الاقتصادية 2030. اهلا وسهلا بكم وبالساده المشاهدين. طبعا بالنسبه للرؤيه السعوديه هي تحول عظيم للاقتصاد السعودي، نعم، من اقتصاد ريعي وحادي المصدر الى اقتصاد متنوع تقليل المخاطر. بدل ما يكون هناك تخطيط 5 سنوات قادمه وهي اقتصاد كان تخطيطا اعمى، لانه ما كانوا يعلمون عن اسعار النفط، احيانا اسعار النفط ترتفع احيانا تنخفض وتبعا لذلك يتم تعديل هذه الخطط. الان الحكومه السعوديه تسعى الى ان يكون اقتصادها اقتصاد متنوع، قاعدته عريضه، القائد فيه هو القطاع الخاص حتى تستطيع ان تواكب الاقتصاديات العالميه والمعايير الدوليه. نعم سيد سليمان، ألا تعتقد بأن يعني الجانب الاقتصادي اليوم أصبح أحد أبرز المجالات التي تعكس طبعا عمق العلاقات بين البحرين والمملكة العربية السعودية، وأن هناك الكثير من الاتفاقيات والصفقات والتعاون الاقتصادي في جميع المجالات؟ طبعا العلاقة السعودية البحرينية علاقة خاصة جدا في جميع المجالات. أن تكلمنا عن المجال الاقتصادي، العلاقة السعودية البحرينية في المجال الاقتصادي علاقة عميقة وهي بعدة مليارات. طبعا بكبر الاقتصاد السعودي والاقتصاد البحريني يعتبر صغير جدا مقارنة بالاقتصاد السعودي، ولكن العلاقة والوشائج بينهما الاقتصادية سواء خصوصا بعد افتتاح الجسر السعودي البحريني أصبح هناك تبادل عظيم، هناك حركة اقتصادية سواء في مجال الوقود أو في مجال المواد البنية التحتية أو المواد الغذائية، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات بين البلدين، فهي علاقة مترابطة جدا يربطها ليس فقط الاقتصاد ولكن السياسة والعلاقات الاجتماعية والقرب والوضع الاجتماعي. هم بلدين بروح واحدة، نحن والبحرين بلد نتمتع بعلاقات عظيمة إن شاء الله ستمتد إلى الأبد وإلى تطور وتطور، وهو فخر للسعودية وتعتبر أن البحرين هي جزء مكمل للاقتصاد الخليجي، نعم، والسعودية هي عمق للبحرين. نعم، من الرياض المحلل الاقتصادي الأستاذ سليمان العساف، شكرا جزيلا لك.